عن هذا الموضوع مع ضيفنا من لندن ديفيد مادن، محلل الأسواق المالية في مجموعة إكويتي. أهلا بك سيد ديفيد. لاغارد تحدثت عن تشديد النقدي مرتقب في الفترة المقبلة، الخروج من منطقة الفوائد السالبة بحلول نهاية الربع الثالث، ولكن الأرقام بحسب ما تأتي الآن، PMI بالنسبة للمانيفاكتشرينج أو الصناعة في منطقة اليورو يأتي عند 54.4 في 54.4 نقاط مقابل التوقعات كانت أعلى. كذلك الأمر بالنسبة للPMI المتعلق بالخدمات، إذن بيانات لا تأتي وفق التوقعات تشير إلى نوع من ضغوط على الاقتصاد الأوروبي. هل هذا سيتوافق مع ما تقوله لاغارد؟ هل من الممكن أن تغير من لهجتها التشددية إزاء هذه الأرقام اليوم؟ للأسف لا، فكريستين لاغارد في وضع صعب مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى في العالم، فهناك محاولة لكبح جماح التضخم وتحديدا مؤشر أسعار المستهلكين، بينما المؤشرات الأخرى تظهر أن الاقتصاد والنشاط الاقتصادي هو إما راكد أو بحسب أرقام التصنيع الأوروبية هناك أداء أقل من المتوقع. قطاع التصنيع في أرقام أو في منطقة اليورو كانت مخيبة، والتضخم في منطقة اليورو عند مستوى قياسي، والتضخم هنا في المملكة المتحدة وفي أمريكا عند أعلى مستوى في 40 عاما. والسيدة لاغارد سوف تواصل استعمال لغة تشددية، والمؤشرات تدل على أن المركز الأوروبي سيرفع الفائدة في الربع الثالث، وإن كان اقتصاد منطقة اليورو ليس في وضع عظيم، والإجراءات المطلوبة حاليا هي يجب أن تظهر أن هناك محاولة للتعامل مع التضخم المرتفع ورفع الفائدة في وقت نجد فيه الاقتصاد يخرج من وضع صعب، وضع بحد ذاته سيترك تبعات على اقتصاد منطقة اليورو بعد 6 أشهر أو 9 أشهر من الآن. يعني ربما هذا ما كنا نستعرضه قبل قليل، يعني وهذا ما كان يثير ربما الاستياء من بعض زملاء لاغارد أو الأعضاء في البنك المركزي الأوروبي الذين كانوا يتوقعون يعني ربما إشارة إلى تشديد نقدي أكثر عنف. يعني الآن الإشارات تقول ب 25 نقطة، فهل تعتقد أن هذه الزيادات راح تكون مناسبة أمام هذا التضخم المتسارع في منطقة اليورو؟ أعتقد أن البنك المركزي الأوروبي يريد أن يتبع سياسة متوافقة مع ما يقوم به الفيدرالي وبنك إنجلترا. لا أعتقد أن رفع الفائدة ب 25 نقطة أساس في منطقة اليورو سيضغط على الطلب، لأن غالبية مشاكل التضخم التي تعاني منها منطقة اليورو لها علاقة بمشاكل تتعلق بجانب العرض وتحديدا ارتفاع أسعار الطاقة والنقل والمواد الخام، وهذه مشاكل معروض، وبالتالي لا أعتقد أن رفع الفائدة ب 25 نقطة أساس سيؤثر كثيرا. ومع ذلك رفع الفائدة ب 25 نقطة أساس سيكون التحرك الأكثر منطقية في منطقة يورو عوضا عن الرفع ب 50 نقطة أساس فجأة لاحقا. وإذا نظرنا إلى البنوك المركزية الأخرى رأينا بنك إنجلترا يرفع الفائدة أكثر من مرة، الفيدرالي رفع الفائدة مرتين في 3 أشهر، وهناك حديث عن رفع إضافي العام المقبل. وبالتالي لو تسمح لي سيد ديفيد، ولكن كانت لاغارد هي نفسها قد قالت سابقا أن الوضع الاقتصادي الأمريكي والأساسيات الأمريكية تختلف تماما عن الوضع الاقتصادي الأوروبي، والحيثيات مختلفة. أوروبا حاليا تشهد حربا، ولو أنها محصورة في بقعة جغرافية واحدة، ولكن هناك اقتصاد حرب كما يسمى، وبالتالي ربما التشديد النقدي في أوروبا يجب ألا يكون بنفس الوتيرة التي نراها في بريطانيا أو في الولايات المتحدة، هذا على الأقل بحسب بعض المحللين. ماذا تقول؟
أنا أتفق مع هذا الكلام أننا لا يجب أن نتحرك بذات الوتيرة، لكن منطقة اليورو إذا لم تغير الفائدة فإن اليورو سيكون أضعف مقارنة بالإسترليني والدولار الأمريكي، وهذا يعني معاناة من التضخم المستورد، والمركز الأوروبي سيرفع الفائدة على الأقل ليضع دعما لليورو، فاليورو وصل إلى أدنى مستوى في 5 سنوات قبل أيام، واليورو ضعيف مقارنة بكل العملات، والبنك المركزي الأوروبي بحاجة إلى فعل شيء ما لرفع قيمة عملته، وإن كان على المدى المتوسط إلى المدى البعيد هذا ما سيترك أثرا على الاقتصاد. أنا أتفق بالكامل مع حقيقة أن المركز الأوروبي لا يجب أن يرفع الفائدة بالوتيرة التي نراها في بنك إنجلترا، لكن يجب أن يتحركوا لكي لا يبقى اليورو ضعيفا لفترة طويلة. طيب، وأنا أتفق أيضا مع زميلة نور في هذه الفكرة التي طرحت منها هذا التساؤل، أنه حتى إذا كنا يعني نستذكر أنه حتى يلن في المقابل كانت تقول أنه مخاوف الرقود الاقتصادي في الولايات المتحدة أقل احتمال من منطقة اليورو بسبب يعني الحرب الأوكرانية المستمرة، لا يوجد أفق إلى نهاية هذه الحرب. بالتالي عندما تبقي أو تشير لاغارد بأنه تجديد السياسة النقدية سيبقى مفتوحا، حتى لو أنها أشارت ربما ضمنيا عن يعني هذه الزيادة، هل يعني هل قد نشهد اختلاف في مستقبلا يعني إذا ما استمرت هذه الحرب وتداعياتها على وتأثيراتها على التضخم في المنطقة؟ مشاكل منطقة اليورو وكما تقول لها علاقة بمشاكل المعروض والحرب الدائرة في أوروبا الشرقية، وهي ستؤثر بطريقة فريدة مقارنة بما نرى في المملكة المتحدة أو في أمريكا. ومع ذلك لا أعتقد أن كريستين لاغارد ستبقي الفائدة دون تغيير فقط لأن هناك حربا في شرق أوروبا. أعتقد أن سياستها ستهدف إلى إظهار أنها تتحرك، وثانيا تريد ضمان أن لا يتراجع اليورو تراجعا كبيرا مقابل الدولار الأمريكي، لذلك سيكون هناك شيء من رفع الفائدة، لكن هي لن ترفع الفائدة بشكل متشدد وسريع لأن البنك المركزي الأوروبي لم يرى فائدة منذ فترة طويلة، وهو لا يريد صدمة السوق من خلال رفع الفائدة بخمسين نقطة أساس من المرة الأولى. ديفيد مادن محلل أسواق مالية في مجموعة إكويتي كنت معنا مباشرة من لندن، نشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا في مونتريال.